أهلا بكم في نشرة السادسة من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. عمرو بركات: حققت حلمي بالانضمام للأهلي. الأهلي يواجه الداخلية 1 مارس في كأس مصر. إكرامي يشكو ناجي وتحقيق عاجل لاحتواء الأزمة. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. حضر عمرو بركات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثا من نادي ليرز البلجيكي لمدة 4 سنوات ونصف إلى مقر النادي بالجزيرة للإعلان رسميا عن انضمامه للقلعة الحمراء. وظهر اللاعب بصحبة عصام سراج المدير التجاري والتعاقدات بالنادي والذي بذل مجهود كبير لإتمام الصفقة. وكان عمرو قد اجتاز الكشف الطبي، كما شارك اللاعب اليوم في التدريبات الجماعية للفريق والتي تقام على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس. وتعد صفقة عمرو بركات هي أولى صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. أكد عمرو بركات المنضم حديثا للقلعة الحمراء أنه حقق حلم حياته بالانضمام إلى النادي الأهلي، وتمنى أن يكون إضافة للفريق ويساهم في فوز الأهلي بالمزيد من البطولات. وأوضح اللاعب أن المفاوضات بدأت مع عصام سراج المدير التجاري والتعاقدات بالنادي، وأشار عمرو إلى أنه وافق على الفور على العودة إلى القاهرة عبر بوابة الأهلي. وكشف اللاعب أن المفاوضات انتقلت للمرحلة الرسمية عندما تواصل المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع ماجد سامي رئيس نادي ليرز البلجيكي، وأسفرت تلك المفاوضات عن إتمام الصفقة. استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري على اصطحاب ثنائي الفريق ومنتخب الشباب كريم ندفت وأكرم توفيق لمعسكر الإمارات المقرر إقامته بداية من 28 يناير الجاري، استعدادا للقاء السوبر أمام الزمالك في 10 فبراير المقبل. وعاد الثنائي لميران الأهلي الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب الدفاع الجوي بعد عودتهما من معسكر منتخب الشباب الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية بزامبيا خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 13 مارس المقبلين.
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين مواعيد المباريات المؤجلة بمسابقة الدوري الممتاز، فضلا عن مباراتي الأهلي والزمالك في دور 16 لبطولة كأس مصر. وحيث قررت اللجنة إقامة مباراة الأهلي مع الداخلية في دور 16 لكأس مصر في 7 مساء يوم 1 مارس المقبل بملعب بتروسبورت، بينما حددت اللجنة يوم 3 مارس موعدا لمواجهة الزمالك مع مصر المقاصة المؤجلة من الجولة 5 من الدوري، وذلك في 7 مساء على استاد السويس، فيما يخوض الزمالك المباراة الثانية المؤجلة له أمام طلائع الجيش يوم 7 مارس المقبل بملعب الدفاع الجوي. صرح محمد حمدي زكي لاعب النادي الأهلي والشهير بجده الصغير بأنه جاهز للتألق مع إنبي وإظهار كل قدراته الفنية والبدنية في المباريات. وأكد اللاعب في تصريحات خاصة لقناة الأهلي أنه رحب باللعب لإنبي منذ بداية التفاوض لرغبته في المشاركة بالمباريات بعد أن خرج تماما من حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، وشدد على أن علاقته الطيبة بطارق العشري المدير الفني لإنبي ستسهل تأقلمه مع الفريق. نطير إلى الجابون لمتابعة بعثة منتخبنا في كأس الأمم الأفريقية، حيث نفى حازم الهواري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في الجابون رغبة الجانب المصري في نقل مباراة المنتخب القادمة أمام غانا خارج استاد بورت جنتل. وقال الهواري أن البعثة لم تقدم أي طلبات لنقل مباراة غانا من استاد بورت جنتل، مشيرا إلى أنها المباراة الأخيرة في دور المجموعات لبطولة أفريقيا، وأن أرض الملعب سيئة على الفريقين معا وليس منتخب مصر فقط. يأتي هذا في الوقت الذي اشتكى فيه لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر من أرضية الملعب الذي يستضيف مباريات مصر في البطولة. الكورة الحقيقة، ويعني الكورة دي يا جماعة لازم نصحصح شوية. رابي عصام تداه لاعب درجة تانية، بس درجة تانية في انجلترا. تقدم شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الأول بشكوى لإيهاب الهيطة مدير المنتخب ضد أحمد ناجي مدرب الحراس بعد تصريحاته الأخيرة. وقام لهيطة برفع الشكوى إلى حازم الهواري رئيس البعثة الذي وعده بإجراء تحقيق حول هذه التصريحات واحتواء الأزمة سريعا. وكان ناجي قد قال في تصريحات صحفية أن شريف لا يعاني من أي إصابة تمنعه من المشاركة في المباريات. استنكر شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي تصريحات أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب بأن إصابة اللاعب ليست قوية ولا ترتقي لمنعه من المشاركة في مباريات المنتخب بكأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا بالجابون. وأشار إكرامي في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أنه تحمل على نفسه ليلة مباراة أوغندا وشارك في التدريبات الجماعية رغم معاناته من آلام في العضلة الخلفية لعدم وجود حارس مرمى جاهز سوى عصام الحضري فقط بعد إصابة أحمد الشناوي في أول مباراة أمام مالي. ووصف حارس مرمى الأهلي تصريحات أحمد ناجي بالمهاترات، مشددا على أنه مستمر في معسكر المنتخب تحت أي ظرف ويتمنى أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة غانا. كشف موقع أورنج فوتبول كلوب النقاب عن التشكيل المثالي للجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وضم تشكيل الثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد لاعبي المنتخب الوطني. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى كوفي من بوركينا فاسو، وخط الدفاع أحمد فتحي من مصر، كارا من السنغال، بوي من غانا، ومنذل من المغرب. وفي خط الوسط محمد أمين بن عمر من تونس،
سيريداي من كوت ديفوار، وعبد الله السعيد من مصر، وفيصل فجر من المغرب، ويوسف المساكني من تونس، وفي الهجوم كريستيان باسجوج من الكاميرون. تحدث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني على أوغندا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب بورت جنتل. وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي أن المنتخب الوطني انتظر اللحظات الأخيرة من عمر المباراة ليسجل هدفا حاسما عن طريق عبد الله السعيد، حقق على إثره الفوز الأول في البطولة. واختتم الكاف تقريره عن المباراة قائلا: الفراعنة ضحكوا أخيرا قبل النهاية بدقيقة واحدة، فمن هجمة مرتدة سريعة مرر البديل محمود كهربا إلى محمد صلاح نجم روما الإيطالي الذي مهد الكرة للسعيد ليسدد بين أقدام أونيانجو حارس أوغندا، محققا الفوز لمصر. ألقت وسائل الإعلام العالمية الضوء على الفوز المهم الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الأوغندي بهدف دون مقابل. البداية من صحيفة الجارديان التي أوضحت أن فوز المنتخب الوطني عزز من آماله بالتأهل لدور ربع النهائي من منافسات البطولة بعدما تغلب على أوغندا بهدف عبد الله السعيد، مشيرة إلى أن منتخب الفراعنة يكفيه الحصول على نقطة التعادل أمام غانا في المباراة التي تجمعهما الأربعاء المقبل لضمان التأهل. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فترى أن مهارة محمد صلاح مهاجم روما الإيطالي صنعت الفارق لصالح المنتخب الوطني بعدما منح عبد الله السعيد تمريرة سحرية نجح على إثرها الأخير في هزي شباك حارس المنتخب الأوغندي، في حين عنونت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية: مصر تهزم أوغندا بهدف عبد الله السعيد، بينما كتبت صحيفة سبورت الإسبانية: مصر تفوز على أوغندا وتقترب من التأهل للدور ربع النهائي. أبرز الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فوز المنتخب الوطني على المنتخب الأوغندي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب بورت جنتل ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الجابون. وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي أن منتخب مصر حصد ثمار الضغط الذي مارسه على نظيره الأوغندي بعدما سدد عبد الله السعيد قذيفة مدوية في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. وأوضح فيفا أن فوز منتخب الفراعنة قضى على أحلام منتخب أوغندا الذي تلقى الهزيمة الثانية على التوالي. رفض الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على أوغندا أمس السبت بهدف دون رد. وقرر كوبر استئناف التدريبات بشكل طبيعي في 8 مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب سوجارا، ويستعد منتخب الفراعنة لخوض مباراة غانا المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة إفريقيا، حيث يكتفي منتخب مصر تحقيق التعادل فقط لضمان التأهل للدور ربع النهائي للمسابقة القارية. توقع الساحر السنغالي بايو موريجا طرفي نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 المقامة حاليا بالجابون. وأوضح موريجا أن المباراة النهائية ستكون بين منتخبي كوت ديفوار والسنغال، ورفض موريجا كشف هوية بطل كان 2017 وفقا لما ورد عن صحيفة الشروق التونسية. من الجابون إلى فرنسا، ومتابعة آخر تحضيرات منتخب اليد في مونديال كأس العالم، حيث يلتقي في 10:45 مساء اليوم المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره الكرواتي ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في فرنسا.
ويلتقي المنتخب مع نظيره الكرواتي في مدينة مونباليه بعدما خاض مباريات الدور الأول من البطولة في العاصمة الفرنسية باريس. ويتمسك مروان رجب المدير الفني لمنتخب اليد بالأمل في الفوز على المنتخب الكرواتي من أجل الصعود لدور الثمانية. وللمزيد من التفاصيل عن جاهزية منتخبنا قبل مواجهة كرواتيا ينضم إلينا هاتفيا من فرنسا الأستاذ حسام زايد الناقد الرياضي بجريدة الشروق. أستاذ حسام أهلا بك. أهلا بك شذا، تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي. أستاذ حسام، كلمنا في البداية عن استعدادات المنتخب لمواجهة كرواتيا في دور 16. انتهى طبعا منتخبنا الوطني من الاستعداد للمباراة، طبعا وصل إلى مونبلييه أمس، طبعا يعني المسافة استغرقت 3 ساعات من باريس إلى مونبلييه بالقطار. أدى المنتخب تدريبه أمس في مدينة مونبلييه، وعقد الكابتن مروان رجب المدير الفني عدة اجتماعات مع اللاعبين في غرفة المحاضرات في فندق الإقامة، وقاموا بدراسة المنتخب الكرواتي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة في الدور الأول من المباريات كأس العالم. منتخبنا الوطني طبعا كان احتل المركز الثالث، فاز في 3 مواجهات وتعرض للخسارة 2 في دور المجموعات. اعتقد يعني الامور بتسير على ما يرام، ان احنا ان شاء الله نقدم مباراه جيده على المستوى الفني، ويتبقى النتيجه يعني التوفيق من عند ربنا في النهايه ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى التوفيق، بس هل ممكن تحقيق المفاجاه والصعود لدور الثمانيه في البطوله؟ يعني اعتقد كل شيء وارد، خاصه يعني انا قدامي دلوقتي حاليا في مباراه شغاله، المنتخب المجري فايز على منتخب الدنمارك، والدنمارك كان هو صاحب ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو الأخيرة، وكان مرشح بقوة هو أحد المرشحين للفوز ببالبطولة، والفارق ب3 أهداف. فأعتقد يعني كل شيء وارد في العالم، خاصة أنه المنتخب الكرواتي يعني الجميع يتحدث عن أنه ليس في كامل قوته خلال الفترة الحالية. فأعتقد أنه يعني منتخبنا الوطني من الممكن أن يتجاوز هذا الدور، وهيكون إنجاز طبعا بعد غياب 16 عاما عن الدور ربع النهائي. فبالتالي اللاعبين امامهم فرصه ذهبيه لتجاوز المنتخب الكرواتي اليوم والعبور الى الدور ربع النهائي باذن الله. ولكن طبعا يعني يمكن في اصابه بالنسبه للاعب احمد الاحمر، وهو نجم المنتخب الوطني، واعتقد انه بشكل كبير ممكن ما يشاركش في مباراه النهارده. استاذ حسام، خليني اسالك بشكل عام عن ردود افعال الصحافه الفرنسيه عن البطوله. لا، ردود افعال طبعا قويه للغايه، في اهتمام كبير جدا ببطوله كاس العالم، طبعا بيتكلموا عن انه بطوله كاس العالم 2017 في فرنسا جذبت العديد من الرعاه والاعلانات، وده بسبب انه يعني لعبه كره اليد بدات تجذب العديد من المهتمين على مستوى العالم بشكل كبير، حتى يمكن في مباريات البطوله كل المباريات شهدت حضور جماهيري مكثف. فبيتكلموا يعني عن ان ليها مردود كبير على الاقتصاد حتى في فرنسا هنا. يعني ذكرت الصحف مين المرشح الاول للبطوله؟ لا اكيد طبعا، هم يعني بالنسبه لهم المرشح الاول هو المنتخب الفرنسي، خاصه ان هو حامل اللقب البطوله الاخيره، وبيلعب بطوله على ملعبه وسط جمهوره. فاعتقد حتى انه الامور بتسير الى يعني الى هذا الاتجاه، يعني ان المنتخب الفرنسي تاهل بالامس الى الدور ربع النهائي، وانا اتوقع عن نفسي ان هو اللي هيحصل على لقب البطوله في النهايه. طيب هنرجع تاني لمنتخبنا، وهي ابرز تعليمات مروان رجب المدير الفني. ابرز التعليمات طبعا تجنب اخطاء مباراه السويد، اللي كان منتخبنا بالكامل خارج الخدمه في هذه المباراه. ابرز هذه يعني النصائح التركيز التام طوال فترات المباراه، ومحاوله استغلال كل الهجمات على المنتخب الكرواتي، ومحاوله تسجيل اكبر قدر من الاهداف، وايضا على مستوى الدفاع الالتزام التام بكل ما تم الاتفاق عليه في الخطط الدفاعيه. اعتقد لو اللاعبين التزموا بالتعليمات دي وركزوا بشكل كبير في المباراه، ممكن ان شاء الله يعني نتجاوز هذا الدور النهارده ونصل الى الدور ربع النهائي باذن الله. بالتاكيد بنتمنى كل الفوز للمنتخب ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ حسام زايد من فرنسا، شكرا جزيلا ليك. إلى جولتنا العالمية.
حيث رصد مسؤول نادي ريال مدريد الإسباني مبلغ 50 مليون جنيه استرليني لضم ديلي آلي لاعب توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لما ورد عن صحيفة إكسبرس البريطانية. هذا وقد أعلن عدد من الأندية رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي، ويرتبط آلي بتعاقد مع الفريق اللندني يمتد حتى 2023. أبدى السير أليكس فيركسون المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد الإنجليزي ساعدته لوصول واين روني مهاجم الفريق لهدفه رقم 250 بقميص الشياطين الحمر، وبات الهداف التاريخي لفريقه. وقال فيركسون: أحسنت واين، أنا سعيد جدا من أجلك، لقد خدمت هذا النادي بشكل رائع وآمل أن يستمر ذلك. وتابع: أنا متأكد من أنه سيسجل أهداف عديدة أخرى مع النادي. يرغب نادي ليفربول الإنجليزي في ضم إيفان بريسيتش لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأعلن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول رغبته في ضم اللاعب بداية من يناير الجاري وفقا لما ورد عن صحيفة ميرور البريطانية. وقد أبلغ كلوب إدارة ناديه من أجل إتمام الصفقة. انضم نادي فالنسيا الإسباني لقائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع الفرنسي باتريس إيفرا ظهير أيسر فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ويتجه إيفرا للرحيل عن صفوف السيد العجوز رغبة منه في خوض تجربة احترافية جديدة. يأمل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ضم ديمتري باييه لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وستهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأبدت إدارة وستهام استعدادها لرحيل اللاعب بشرط الحصول على 35 مليون جنيه استرليني وفقا لما ورد عن صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية. وإلى متابعة أخبار النادي الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأهرام. الأهلي ينهي أزمة عمرو بركات واللاعب يظهر للمرة الأولى بالنادي اليوم. وفي المصري اليوم وليد سليمان ينتظم في ميران الأهلي. وجاء في اليوم السابع الأهلي ينهي إجراءات سفر عمرو بركات للإمارات استعدادا للزمالك. الوفد عمرو بركات رقم 4 في الأهلي. وجاء في صحيفة الشروق عمرو بركات رسميا في الأهلي. أما في الوطن السعيد أفتقد وجود غالي في المنتخب. وأما في موقع في الجول عمرو بركات رقمي المفضل 12 وأرحب بارتداء أي رقم مع الأهلي. وجاء في يلا كورة بالصور بركات في الأهلي ويشارك في ميران الأحد. أما في موقع كورابيا بركات يتوقع منافسة شرسة مع نجوم الأهلي ويكشف عن وعده للبدري. وجاء في يوروسبورت عربية عبدالله السعيد أفتقد حسام غالي مع المنتخب وتفاجأت بخروجي من التشكيل. وإلى استعراض تفاعل لاعبي نادي الأهلي على السوشيال ميديا، حيث نشر أحمد فتحي لاعب وسط الأهلي والمنتخب الوطني صورة له من مباراة أوغندا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب فتحي تعليقا على الصورة: الحمد لله، هذا من فضل ربي، وإن شاء الله اللي جاي أحسن، عايزين نفرح 90 مليون، قولوا يا رب.
احتفل عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني بهدف الفوز الذي سجله في شباك أوغندا أمس السبت في أمم أفريقيا. ونشر اللاعب صورا له أثناء تسجيل الهدف وفرحته وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. وعلق السعيد على الصورة قائلا: الحمد لله، ربنا كريم. نشر شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي والمنتخب تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: الحمد لله على أول 3 نقاط في طريقنا للبطولة، مبروك لمصر. وكان المنتخب قد حقق الفوز على أوغندا في أمم أفريقيا بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة. نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للوفد الجديد عمرو بركات والذي حضر إلى النادي صباح اليوم لإنهاء إجراءات انضمامه للفريق. وكتبت الصفحة تعليقا على الصورة: نرحب بعودتك لبيتك وانضمامك لفرسان المارد الأحمر اليوم. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة، وإلى أن نلقاكم مجددا دمتم في أمان الله.